السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا أطفالي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين، إن شاء الله بإذن الله. إن شاء الله النهاردة هنكمل مع بعض وهناخد مع بعض درس جديد. ماشي، فاكرين يا أصحابي لما أخدنا مع بعض الضمائر وعرفنا إن أول نوع من أنواع الضمائر هو ضمائر الغائب، وقلنا إيه هي ضمائر الغائب يا مس؟ قلنا هو، هي، هما، هم، هن. واخدنا تاني نوع من انواع الضمائر وهي ضمائر المتكلم، يعني انا ونحن، انا للمفرد ونحن للجميع. طيب النهارده يا اصحابي سنه اولى هناخد نوع من انواع الضمائر وهو النوع الثالث. طيب ركزوا كده معايا، لو في حد قاعد قدامي وانا بكلمه تفتكروا ده كده اسمه ايه؟ انا بكلمه انا كده ضمير متكلم. طيب هو بقى اسمه ايه؟ اسمه ايه يا سنه اولى؟ اسمه مخاطب. يبقى احنا النهاردة هناخد ايه مع بعض يا مس؟ هناخد ضمائر المخاطب. قلنا يا سنة اولى هناخد مع بعض ايه يا مس؟ ضمائر الايه؟ المخاطب. هناخد ايه ضمائر الايه؟ المخاطب. يعني ايه ضمائر المخاطب؟ هنقول ضمائر المخاطب يعني بكلم حد. طيب لو انا مثلا قاعد قدامي صاحبي وصديقي ولد، طيب ولد هقول مثلا ولد مهذب، ده كده ايه؟ ده كده مذكر. طيب ولد مهذب مذكر هياخد ايه يا مس؟ هياخد اول ضمير معانا النهارده هو ايه؟ انت. وهو ايه؟ انت. وركز يا سنه اولى، انا قلت انت يعني التاء عليها فتحه. طيب لو انا قاعد مع صاحبتي وبقول لها بنوتة جميلة، بنت واحدة، يبقى كده ايه؟ مؤنث. يبقى بنت لما اقول بنت مهذبة، ده كده ايه؟ مفرد. ده كده ايه؟ مفرد. يبقى هتاخد ايه؟ انت. يبقى هتاخد ايه؟ انت. يبقى انا كده يا مس انت عايزة تقوليلي ان انت التاء مفتوحة للمفرد المذكر. طيب طيب وانت للبنت للمفرد المؤنث. هقول أنت ولد مهذب، أنت بنت مهذبة. طيب يا سنة أولى لو أنا قاعد قدامي اثنان، واثنان يعني إيه؟ مثنى. فاكرين الأغنية اللي كنا بنقولها مع بعض؟ المثنى يعني اتنين، افهم بقى يا ابو اتنين. طيب ولدان، لما أقول ولدان مهذبان. طيب دول يعني إيه يا مس؟ طيب يا سنة أولى لو احنا بقى قدام اتنين من اصحابي مثنى، واحنا قلنا ايه؟ فاكرين الاغنية اللي كنا بنقولها مع بعض؟ المثنى يعني اتنين، افهم بقى يا ابو اتنين. تمام. طب لما اقول ولدان مهذبان، الولدان دول هياخدوا ايه؟ انتما. لما احب اكلمهم اقول لهم ايه؟ انتما. انتما ولدان مهذبان. انتما ولدان مهذبان. طيب لو الاتنين برضو دول بنات، قدام اتنين بنات مثنى، والمثنى يعني اتنين، اما اقول بنتان مهذبتان، هياخدوا ايه برضو يا مس؟ برضو هياخدوا انتما. هياخدوا ايه؟ انتما. هياخدوا ايه؟ انتما. يبقى انت ولد مهذب، انت للمفرد المذكر، انت بنت مهذبه، انت للمفرد المؤنث، انتما ولدان مهذبان، انتما للمثنى المذكر، انتما بنتان مهذبتان، وبرضو انتما للمثنى المؤنث. يعني انت عايزه تقولي لي ان انتما بتيجي مع المثنى المؤنث والمثنى المذكر؟ هقول لك اه. طيب يا سنة أولى لو أنا بقى دلوقتي قاعد قدامي جماعة كتير، جمع، وإحنا قلنا الجمع إيه؟ فاكرين الأغنية اللي بنحبها مع بعض؟ ولما نمشي تا 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 تا، الجمع يبدأ من كام يا سنة أولى؟ من تلاتة. طيب هنا بقى هنختلف شوية يا مس. طب لما أقول أولاد مهذبون، أولاد مهذبون، دول هياخدوا إيه يا مس؟ إيه ضمير المخاطب بتاعهم؟ هم إيه؟ أنتم. هم إيه؟ أن
لا مؤنث، هي سنة أولى، مين الشاطر اللي هيجاوبني؟ أولاد دول، مهذبون دول، دول جمع مذكر، وجمع المذكر بياخد إيه؟ أنتم. طيب بقى تعالوا لي هنا بقى في الحتة المهمة دي، لما أقول بنات مهذبات، بنات إيه؟ مهذبات يا سنة أولى، هياخدوا إيه يا مس؟ هياخدوا الضمير بتاعهم اسمه إيه؟ أنتن، أنتن، أنتن بنات المهذبات، يبقى أنت ولد، أنت بنت، أنتما ولدان، أنتما بنتان، أنتم أولاد، أنتن بنات. أنت للمفرد الإيه سنة أولى؟ المذكر. المفرد الإيه سنة أولى أنت؟ للمفرد المذكر. طيب أنت للمفرد المؤنثة، أنت بنت. طيب أنتما، أنتما للمثنى المذكر وكمان للمثنى الإيه؟ المؤنث. أنتما ولدان، أنتما بنتان، أنتم أولاد، أنتم ضمير مخاطب لجمع المذكر، أنتن ضمير مخاطب للجمع الإيه؟ الإناث اللي هو الجمع المؤنث. طب يا اصحابي تعالوا نشوف مع بعض الامثله اللي احنا هنحط لها مع بعض دلوقتي. لو انا شايفه قدامي مثلا ولد يلعب، هقول له ايه؟ ها يلعب، هقول له ايه سنه اولى؟ هقول له ايه؟ ها، حد يجاوبني. برافو عليك، انت